السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء السعادة والخيرات والجمال. عمارة الحاج رمضان ترحب بكم. من أكتر الحاجات اللي ممكن بتزعلني من نفسي أولا قبل ما يكون من ملاحظتي ليها في حد تاني، إن إحنا بنوصل لحاجة اسمها إن إحنا بنقلة في النعمة، بمعنى إننا بنتعود على إنها حاجة موجودة أساسية ومسلم بيها، لدرجة إننا بنكون شبه مش شايفينها وكأنها ملهاش أهمية. بس بيجي مواقف تخلينا نعرف قيمة النعمة اللي في إيدينا. مين فينا ما بيحسش بنعمة المية إلا لما تتقطع من البيت؟ مين فينا ما بيحسش بنعمة القدرة على التنفس بشكل طبيعي غير لما جاله كورونا وتعب؟ ربنا يبعد عنكم يا رب التعب. مين فينا لسه ما حسش بنعمة وقيمة الأيام اللي احنا فيها، اللي خلاص باقي منها يعتبر ساعات؟ طب ما تيجوا نحس بقيمة الأيام دي. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، تعالوا نقولها عرفانا وتقديرا لهبة الله سبحانه وتعالى لنا. تعالوا في الساعات اللي جاية نكثف كل حاجة، نزود من القرآن، نزود من الصدقة، نزود من الأعمال الطيبة. معلوماتنا النهاردة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة. قبل ما يوصل للمدينة وصل لقباء، واستقبله أهل قباء استقبال حافل، كان فيه كرم وحفاوة كبيرة، وده خلاه يقرر يقعد في قباء 4 أيام قبل ما يكمل رحلته للمدينة. وهناك بنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد في الإسلام، وشارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في البناء رغم تعب السفر عشان يكون ليه نصيب من الأجر كمان. وكان كل أسبوع بيروح يصلي ركعتين في مسجد قباء. ولما دخل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المدينة واستقبله أهلها بكلمات طيبة، ألقى أول خطاب وقال فيه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا على شقتنا النهاردة رقم 28 في عمارتنا رقم 7، يلا بينا. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ احمد، تعال اتفضل. زي ما انت شايف احنا النهارده كل سكان العماره متجمعين في الشقه عندنا. الستات بيساعدوا المدام في تجهيز صواني الكحك، وانا وفريق الرجاله اللي قدامك دول كل ما يخلصوا صاج بنطلع بيه على شقه حد منهم، عشان طبعا الفرن عندنا مش هيكفي كل ده. وقبل ما تسالني هتعملوا ايه بكل الكحك ده، انا هحكي لك. طبعا مش هناكل كل ده، كل عيله هتاخد طبق كحك، والباقي هنغلفه وهننزل مع بعض برضو انا والرجاله جيراني نوزع علب الكحك ونفرح بيها الناس. اما المدام وصحباتها بقى من الجيران فعندهم جوله تانية، هيوزعوا اللبس على الاطفال ويفرحوهم في العمارات اللي حوالينا. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، ده عيد وكلنا لازم نفرح، الفرحه واجب. في كل بيت في حكايه غير، في بيت في شر وبيت خير، وبيت غني وبيت فقير. في عمارة الحج رمضان بنسرق من الحياة حواديت، في ناس نازلين غنى وتخبيط، وناس بتخاف من العفاريت. في عمارة الحج رمضان بيوت كتير فيها ظروف، في فرح حزن حلم وخوف، ولسه وانت طيب يا استاذ علي. اهو الكلام ده كان موجه ليا يا جماعه على فكره، وكل سكان العماره يا رب يكونوا بخير، وانتم كمان. ايه الناس الحلوه دي؟ ايه الناس اللي عايشه الاجواء من بدري وفرحانه قوي دي؟ قولوا لي، بداتوا عملتوا الكحك والحاجات الحلوه دي على الفيسبوك على البوست بتاعنا؟ قولوا لي بصراحه مين عمل الكحك ومين لسه ما عملش. بتعملوه منزلي ولا بتشتروه؟
عايز اعرف. الهاشتاج بتاعنا على تويتر امارة الحاج رمضان شقة 28، والبوست بتاعنا على فيسبوك راديو 9090. عايز اعرف الكحك اتعمل ولا لسه، اشتريتوه ولا لسه، بيتي ولا محلاتي. في حاجة مهمة لازم نفكر نفسنا بيها، زكاة الفطر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، يعني ممكن تخرجها ليلة العيد وحتى قبل إقامة صلاة العيد. ولكن خلي بالك إنك لو خرجت زكاة الفطر بعد صلاة العيد بتتحول لصدقة، يعني لازم زكاة الفطر، على فكرة ممكن تطلع النهاردة بكرة، المهم قبل صلاة العيد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه عن زكاة الفطر؟ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. كانت أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتخرج في شكل بقول أو حبوب، قمح، شعير، تمر، زبيب، كانوا بيخرجوا حوالي 3 كيلو أو أقل شوية. قيمتها دار الإفتاء المصرية قالت أنها عادي يجوز طبعا أنها تخرج بقيمتها فلوس، واللي عايز يخرجها برضو حبوب وسلع براحته، ولكن عشان من باب التسهيل والتيسير وأنها تروح للناس يستفيدوا بيها في حاجة يشتروها، أنها مسموح أنها تخرج بقيمتها فلوس. كل سنة بتكون من 15 ل 20، ممكن توصل 25 جنيه، ولكن نظرا لضيق الحال اللي يقدر يطلعها أكتر من كده بشوية يطلعها. بتخرج عن كل أهل بيتك، كل أهل بيتك، لكن ما بتخرجش عن الجنين في بطن أمه. تعالوا نخرجها من بدري، ما نستناش، عشان لو اللي انت هتخرجها ليهم يعني يستفيدوا منها. تخرج عن الكبير والصغير، الرجل والمرأة، بنفس القيمة. لو ست ولدت ليلة العيد مثلا أو قبل صلاة العيد بساعة، يطلع زكاة الفطر عن المولود. طيب تعالوا نروح لسنتنا المنسية النهاردة، توديع المسافر. وحد مسافر بتقول له أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهو يرد يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. يبقى احنا نقول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. لا، اي حد ماشي من عندنا كان بيفطر عندنا ونازل النهارده مثلا، خارج حد من البيت، خارج مش عارف ايه، ولو انت حد بيقولها لك ترد عليه على طول، تقول له الرد بتاع استودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك. وذكرنا النهارده زي ما احنا دعاء جميل، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر. وسؤال النهارده، وما تنسوش احنا كل يوم بيكون معانا فايز من سكان عمارة الحاج رمضان، بنختار بالسحب كده حد من اللي جاوبه صح. وسؤالنا النهاردة، ما هو اول مسجد في الاسلام؟ الاجابة على صفحتنا على فيسبوك راديو 9090، او على الهاشتاج بتاعنا على تويتر عمارة الحاج رمضان شقة 28. كنا نعمل ايه بقى؟ كنا بنحضر الاكل، وبعد الاكل نقوم من النوم نكسر البلح والبتاع القراصية واللي مش عارفة التاني اسمه ايه، والتين والزبيب والبتاع، ونجيب شفشة كبير كده نملاه ونحط فيه البلح ونخليه ونركنه بقى. ايه الاكلة الحلوة اللي انت كنت بتعملها في رمضان؟ ساعات سبانخ، ساعات بتاع دي بطاطس نايف في الفرن، ساعات فراخ برضو معمولة بالأدعكة بالبصل والملح والفلفل، وحلاوتها لما تتحط في اسمه ايه اللي بيحطوه في الحيط، الميكرويف ولا المكرمية. واروح حطها بالصينية واروح حطها في قلبيها عبل ما تيجي المغرب يكون ايه يستاهل بقك. لا والله، ده انت اللي تستاهل العسل كله. يخليه. يعني انت بقى بتعملي بطاطس وسبانخ؟ كنت حاجه كنت حاجه اعملها، وبسله وسبانخ وبتاع ده، وفاصوليا فاصوليا بيضة وفاصوليا خضراء باميه. تبقى وصل لنا البرنامج يا حاج. على ذوقي انا. قولي لي هنفطرك على ذوقنا ايه بقى؟ ايه ان كان ايام الباميه طبخ فاصوليا؟ لا، بسلة ممكن. اللي فيها نقطة سودة دي اسمها ايه؟ لوبيا. لوبيا ممكن اكل لوبيا. شوفي شكلك لا تسيك مية كتير والله بتعطش. مية مالية
يا شيخ. واعمل لك بقى الحاجات المكسرات دي اللي تغير ريقك بيها. وربنا معاك ويصلح حالك يا رب. واعمل لك محشي. محشي ايه بقى؟ محشي كروم. محشي كروم؟ شاطره فيه قوي. بتحب تاكل المحشي على طول وقت كده؟ ما انت صوابعك طويله يبقى طويل. وقد كده وتاكل المحشي تنسى نفسك. بس بيكتم بقى ويعمل حاجات. مش ضروري يعني ما احنا ما ناكلش كتير. ما صيام بقى. صبعين بقى كده. صبعين ايه؟ انت فاكراني عندي سنتين؟ صبعين ايه؟ انا 20 30 صباع كده. الله اكبر. شفكر ما انت مش شخين يعني. لا ما الهدوم بتداري. طب هتعملي ايه غير المحشي؟ كل حاجه حلوه اعمل. كل حاجه. فاكره بقى وانت عيله صغيره كده كان معايا بتجيبي فانوس بقى ولا حد بيجيب لك ولا محدش كان بيعبرك؟ كانوا بيجيبوا لي فانوس. محدش كان بيعبرك على فكره؟ لا كانوا بيجيبوا لي فانوس. والله والله انا ليا بنت ابن لحد دلوقتي زي الحيطه كده وتقول لي هاتي لي فانوس. وهي كبيره كده عايزه فانوس؟ وهي كبيره قد بقول لك طويله. خرب بيتك فانوس اعملي فيه ايه؟ قالت عشان اقول لي حلو يا حلو. رمضان كريم يا حلو. رمضان كريم يا حلو. طيب وانت بقى كان مين اللي بيجيب لك الفانوس؟ انا بقى ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. كان بيجيب لك فانوس ابو شمعة بقى ولا ايه؟ ايوه بالظبط كده. تتحط فيه الشمعة. ما كان الزمن ده تحط فيه الشمعة وولعه واجري بقى حوالين البتاع واقول يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلو يا حلو. كنت بقى زمان الناس تيجي عند رمضان كده يعملوا زينة بقى اللي يعلق واللي على البيوت. ايوه عارفة كانت بتتعمل من ايه زمان؟ من ورق. ورق وبيلزقوا بايه؟ ورق ويعملوه ويلزقوه بعجين بنشا او نشا او عجين. او نشا او عجين. انت بقى كنت بتعملي ده ولا بتعملي كنا بنعمل كده حبال حبال ونعلق بقى على الباب بتاعنا نروح معلقين. ادي وكان بقى ايه لازم تعمله ده مع دخله رمضان بقى لازم. ولما الدنيا تمدنت شويه بقينا نجيب ورق ازاز. ازاز الوان بقى نعم. الوان احمر واخضر وازرق وكل لون. متاكده ان انت عندك حاجه و80 سنه؟ اي والله مش عارف. اجيب لك البطاقه. مش عارف حاسك لسه كتكوته يعني. يا الله يكبر بخاطرك. الله يخليك لينا. قولي لي بقى ايه الدعوه اللي هتدعيها طول رمضان السنه دي؟ ده انا هدعي الاول خالص حبايبنا بقى وربنا معاكم ويصلح حالكم. هتدعي لنفسك؟ هدعي لك انت وادعي ال انت عرفت انا قلت لك عندي كام عيل ولا نسيت؟ تلاتة. انت قروبة. يا قروبة. تلاتة. منهم اتنين توأم. منهم اتنين توأم. صلى على النبي يا ده انت بس